يا مساء الخير وسعادة على محب الحضارة المصرية القديمة في كل مكان. أهلا بيكم وعود مبارك بعد رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك. كل سنة وكل مصر بخير وسعادة وصحة وعافية يا رب. أهلا بيكم من جديد، رجعنا تاني مع برنامج سواح من دلوقتي ولحد الساعة 2 احنا وانتم على هوا راديو مصر. خلوني في بداية اللقاء ارحب بزميلي على الميكسر عمرو عبد المنعم. اهلا بيك يا عمرو، كل سنة وكل اللي بيسمعونا في كل مكان بخير وصحة وسعادة. رجعنا مع موضوعاتنا اللي اعتقد ان هي بتهم ناس كتير قوي وشريحة كبيرة قوي من المجتمع المصري. فكرة ان انا اتكلم دايما عن مصر القديمة وتاريخنا والحضارة بتاعتنا، ده كلام مهم قوي وكل الناس بتحب تسمعه وتحب تعيش مع تاريخنا. وزي ما قلنا وزي ما بنقول دايما دايما حط كلمة الأفضل أو الأعظم أو الأعمق أو الأقدر. مصر هي دايما الأولى في كل حاجة والأعظم في كل حاجة. تاريخنا ممتد لملايين السنين مش ألاف السنين. طيب النهاردة عندنا موضوعات كتيرة قوي. النهاردة طبعا احنا لسه خارجين من العيد والكحك والبسكوت والكلام الجميل ده. طيب هو الكحك والحلويات اللي بناكلها في العيد هي دي ليها تأصيل في مصر القديمة؟ يعني هل في مصر القديمة عرفوا الكحك واحنا عرفناه منهم، ولا دي حاجة دخيلة على المصريين؟ دي هنتكلم فيها. كمان في موضوع مهم جدا، فكرة ان احنا كل الناس دلوقتي بقت بتكتب عن مصر القديمة على السوشيال ميديا. كل شوية واحد ينزل معلومة وينزل خبر وينزل كلمتين وينزل حكاية ورواية. هو اللي بينزل ده هل من المفترض هو يكون لبعض المواصفات او الشروط اللي هي من خلالها انا فعلا ممكن اعمل شير للكلام ده او اهتم بالكلام ده او اقرأ الكلام ده، ولا لا؟ ده كمان هنعرفه. مواضيع تانية كتير قوي كتير قوي. النهاردة معانا ومعاكم على الهوى فارس التاريخ، عالم المصريات الكبير والشهير والعالمي، الدكتور بسام الشمع. دكتور كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا على راديو مصر. أهلا بكم وبالسادة المستمعين وبجميع أفراد هذه المنصة والراديو والإذاعة الجميلة الأصيلة. وخليني أقول بقى لكل ناس واب نافر رامبت، أي افتتاحية سنة جميلة. الله الله عليك يا دكتور. ودايما يعني خليني أقول لحضرتك في البداية إن حضرتك يعني ما شاء الله ربنا حباك بكاريزمة إن أنت لما تتكلم الكل لازم يسمع، فيعني دي نعمة كبيرة من ربنا يديمها على حضرتك. وخليني بقى عندنا النهاردة موضوعات كتيرة قوي، وهستغل وجود فارس التاريخ معايا وأسأله في كل حاجة. وخليني أبدأ بقى مع العيد والكحك المصري بتاعنا اللي كلنا بنحبه من واحنا في رمضان بنبتدي بقى نجهز فيه. هو الكحك ده له علاقة بمصر القديمة؟ اولا خليني اقول لحضرتك ان اول نقطتين حضرتك طرحتهم، فكرة الكحك والعادات والتقاليد وبالذات العادات بتاعت الطعام عندنا في احتفالاتنا في مصر، وعلاقتها بالنقطة التانية اللي هي نقطة الفيسبوك او الانترنت، وكل واحد بينقل معلومة مش متأكد منها او معلومة بلا مصدر معتبر. هل من حقنا ان احنا نشارك طالما عجبتنا المعلومة او شكلها عجبنا او البوستر اللي معمولة دي معمول بألوان تعطي الانطباع ان هو صح؟ الحقيقة في علاقة بين النقطتين يا أستاذ، يعني في علاقة بين الاثنين دول. نعم. بالنسبة للكحك كما نعلمه نحن الناس بنتكلم، أنا راجل بتكلم 42 سنة بقرأ تاريخ، وبالتالي الكلام اللي حضراتكم هتسمعوه مني هو كلام كله بالتأكيد. فكرة الكحك اللي احنا نعرفه اللي عليه السكر الأبيض البودرة اللي بالشكل اللي حضرتك بتشوفه ده، او لو كان مسقوب من النص او اي من الاشكال ديت، لم يحدث في مصر القديمه. الحاجات ديت كلها لها علاقات بالدوله العبيديه، بني عبيد اللي سموا نفسهم الفاطميين وكذا. طبعا احنا كلنا كنا بنتكلم على بني عبيد والفاطميين في رمضان علشان المسلسل وكده، ومصر كلها كانت في حاله مناقشه بالنسبه للمسلسل، احداث المسلسل. آه. لكن القصه دي كلها والحلويات والموالد والراجل اللي فوق الحصان، عروسه حلاوه، فارس حصان، الكلام ده كله بني عبيد والفاطميين والشيعة اللي دخلوا بيها علشان نوع من انواع جذب الشعب المصري. طيب لكن
خليني طب عذرا دكتور، خليني بس هنا اسال حضرتك واقف مع حضرتك في جزئيه معينه. ليه بيتردد؟ وده برضو زي ما حضرتك قلت صح كده، ان الموضوعين داخلين في بعض، فكره السوشيال ميديا والاخبار وفكره الكحك. طب ليه بيتردد ان الكحك المصري ده كان موجود ايام الاسره ال18، وان في بعض الجداريات اللي مرسوم عليها الكحك، وكمان كان اسمه قرص؟ هو ازيدك بقى كمان ان في مناظر بعينها بتستناها كل سنه. حتى انا بقعد اهزر معاهم على الفيسبوك، اقول لهم يلا يا جماعه احنا قربنا على العيد، فين اللقطتين بتوع كل مره بتوع كل سنه دول؟ اللي هي هذه كل الناس هيبقوا عارفين اللقطات اللي انا بشرحها. السيدتين اللي حاطين فوق راسهم مشنه، ايوه اهو دخلنا بقى التاريخ المظبوط، مشنه فوق راسها او بقوتي برضه تاريخ اهو، دي تسميات تمام. وعليها منظر ادى الانطباع للناس ان هو كحك العيد. ولكن في حقيقه هو ايه بقى كمان؟ دي دوله قديمه المناظر دي، مش بقى كمان الاسره ال 18 ده، يعني تبقى اقدم من الاسره ال 18، تبقى دوله قديمه وسقاره ومقبره تيل هذا النبيل الشهير وهذا الوزير الشهير في لواتشي في سقاره. المنظرين دول بيوروا واحده ست شايله فوق راسها بمشنه، ومشنه عليها ما يشبه بالنسبة للإنسان العادي لفكرة كده تدي شوية كحك العيد، أو حتى عارف أكتر إيه؟ معرفش إذا كان الجيل الجديد هيعرف ده ولا لأ. أنتوا عارفين الفندان؟ طبعا ده أنا وأنت، لكن أنا ما إحنا الجيل الجديد يا دكتور. لكن لأن إحنا من الأسرة الخامسة أنا وأنت. أستر علينا يا دكتور، ماشي. أنتوا ربنا يبارك، فيدي الانطباع دوت، كويس؟ لكن مطلوب من سيادتك ثلاث حاجات يا فندم، ما لهمش رابع، علشان تستوعب الرأي أو الشير أو المشاركة أو البوست عامة أو المنشور اللي أنت عايز تشاركه، كويس؟ أولا الحضارة المصرية مش محتاجة إن يعني أنت تزود أي حاجة عليها، عشان ما نبقاش عاملين زي الدب اللي بتقتل صاحبه ونحط معلومات يشتغل بيه علينا أعداء الحضارة ويبدأوا يشتغلوا عليه وتبقى أنت عامل زي الدب اللي قتل صاحبه. إحنا مش محتاجين ده، احنا حضارة قاعدة مستقرة مستتبة حاطة رجل على رجل، بشبهها كده تملي، الحضارة اللي قاعدة رجل على رجل، اللي هي ابتكرت من العلوم ومن الاداب ومن الحكم اللي مكتوب قدام عيني واللي الدنيا كلها ترجمته واتفقت عليه. مقبرة تشيه في سقارة، وقلنا ان هذه الاشياء التي تشبه الفندام او عند البعض شبهت الكحك العيد بتاعنا، هي دي عبارة عن ايه يا فندم؟ دي عبارة عن التين البرشومي في مصر القديمة، وفي لقطة اخرى تين الجميز. ايوه المصري القديم كان يعشق تين الجميز، وللأسف الشديد احنا عندنا شجر جميز تحفة في شوارع مصر، والتين بيقع صغنن وبنمشي للأسف الشديد البعض بيدوس عليه، اللي هو انتوا بتشوفوا كده زي التينة كده ومتداس عليها كده في الرصيف وانت ماشي. صحيح. لا ده المصر القديم كان بيستفيد بيها ياما استفادة، وفكرة ان هو كان يعجنه اللي هي فكرة العجوة، ايوه، وفكرة الشطائر والفطائر واللي جاية بقى، والكيك، ايوه كيك البريد كيك. كان في حاجة في مصر القديمة اسمها ده، دي دراسات جامدة معمولة اسمها البريد كيك، اللي هي كيكة العيش او عيش الكيكة، يعني نوع من انواع الفطائر اللي كان معمول شبه الكيكة بس واخد الستايل بتاع الخبز او الخبيز بتاعنا في الافران، كويس؟ الكلام دوت انا جايبه منين؟ حضرتك اتوجه على طول على مقبره رخمي رع العارف مثل رع، وده راجل رهيب في مصر القديمه، مقبرته قيل عنها تلخيص للحضاره المصريه كلها. عايز تشوف نحت تماثيل بايد المصريين ملون، روح مقبره رخمي رع في البر الغربي من الاقصى. عايز تشوف تماثيل ابو الهول بتتنحت صغيره بايد عمال مصريين مهره من 3000 سنوي، روح مقبره رخمي رع. عايز تشوف دب وزرافه، دب حيوان الدب وزرافه وفيل قزم، في حاجه يا جماعه اسمها الفيل القزم الذي لا يرتفع طوله عن متر او متر وي، وده موجود منه نادر في العالم. صحيح. هتلاقيه مرسوم في رخمي رع جاي عن طريق الاجانب اللي جايين يقدموا الهدايا لرخمي رع، لانه كان واحد من التايتلز بتاعه، واحد من القابه ان هو كان بيتلقى الهدايا من البلاد اللي مصر بتسيطر عليها. جميل. رخمي رع عنده منظر مدروس بالسنتي،
على عمل الكيكة بتاعت ايه يا فندم؟ الكيكة بتاعت حب العزيز. كان المصر القديم بينشف حب العزيز، على فكرة لقوا حب العزيز في أجساد مصرية من 18,000 عام. نقول الرقم تاني، هذا الرقم موجود ومدروس في الدراسة اللي عملاها مكتبة الإسكندرية وكالتنات. الاثنين دول اشتركوا مع بعض مع العلماء الأجلاء المصريين وطلعوا علينا بعمل غاية الجمال عن النباتات في مصر القديمة، وأفردوا لنبات أو لهذا الثمر الجميل اللي اسمه حب العزيز، اللي أنا بطالب بجد إن هو يرجع تاني، لأن كمان أنا عرفت من دكتورة تخسيس ودكتورة دايت إن هو كويس جدا للحمية للدايت. وكمان عرفت إن لو رحتوا إسبانيا دلوقتي، في إسبانيا بيبيعوا عصير حب العزيز اسمه شوفة، والخطوات بتاعت حب العزيز من تنشيفه لطحنه لمزجه لتشكيله في شكل الكيكس والعيش للفرن لزيادة العسل عليه، هو هو كان بيحلي بالعسل، كل ده باين قدامنا مرسوم وبالشرح وبالهيروغليفي. يبقى ده نمرة اتنين، لما اجي انقل حاجة لازم مصدري يبقى صح. لم يكن هناك سكر ابيض في مصر القديمة حتى الان، لم يتم في حاجات يا جماعة احنا مش موجودة في مصر غير من قد دلوقتي، يعني ما فيش حاجة اسمها كتاب في مصر القديمة. ايه رأيك؟ لم يتم اكتشاف كتاب حتى وانا بكلم حضرتك دلوقتي. كتاب ايه هيحصل بك؟ كتاب، الكتاب كما نعلمه. اما للباقي مخطوطات. تقول يا بسام استنى، ده احنا طول النهار عمالين نقرا على كتاب الموتى. طيب كده؟ يعني هذه النصوص ومتون الاهرام، والنصوص الاهرام قلنا ديت منحوته على ايه؟ على جدران الغرف بتاعه الاهرامات في سقاره، ماشي، فدي على الحيطان. لكن كلمه كتاب الموتى، ما هو بس انت برافو عليك، انت ما رحتش بعيد قوي، لان النصوص الاهرام او متون الاهرام هي اصل متون التوابيت في الدوله العثمانيه. متون التوابيت هي اصل الظهور في النهار اللي هو يطلق عليه خطأ كتاب الموتى. كتاب الموتى ده يا جماعه دي تسميه اوروبيه بحته في 1800، واحد اسمه لابسيوس. لابسيوس ده اصل التسميه، ده عالم جاء مصر واشتغل جامد على الاثار عندنا والى اخره زمان يعني، وهو ده اللي اطلق على نصوص الظهور، اسمها كده بالهيروغليفي، الظهور في النهار. عارف دكتور النهار؟ عارف دكتور بسام، حضرتك اثرت جزئيه واتمنى ان يكون يعني حضرتك عندك وقت في لقاء تاني نتكلم عنها، وهو موضوع انتشر جدا جدا جدا، واعتقد ان حضرتك هتقدر تجيب على اسئله كتير قوي في الموضوع ده، وهو فكره الانبياء في مصر القديمه. وليه افتكرت دلوقتي؟ لان فكره نصوص او كتاب الموتى تحديدا، البعض بيرى ان كتاب الموتى ده لا ده 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 وصايا نبي من الانبياء كان موجود في مصر، ان ميرت هي كذا، ان عمران هو كذا، ان زكريا هو كذا. يعني قصة كبيرة قوي، ومحتاجين ان احنا فعلا نصحح المفاهيم بتاعتها. عارف ليه يا فندم الحلقة دي مهمة؟ لان تكلم في الموضوع دوت ناس كتير، منهم دكاترة اجلاء طبعا، زي الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه. بالظبط كده، الله عليك. لما اتكلم على ان ادم لما اتكلم على ان ادم هو اتوم وحاجة زي كده. صحيح. لكن طبعا كلنا بنعشق دكتور مصطفى محمود، مين احنا علشان نقول دكتور مصطفى محمود؟ لكن يا جماعة ببساطة برضو، اتوم يا حته كده بسرعه عشان برضو نجذب الناس يجونا المره اللي يعني ايه، نجيب الزبائن المره اللي هيسمعونا برضو. ان شاء الله. اتوم اتوم اللي هو اتقال عليه انه سيدنا ادم عليه السلام، وبالتالي اتوم يبقى هو ادم في التسميه الهيروغليفيه. صحيح. خطا كبير. ليه يا فندم؟ لان لا يوجد اتوم في الهيروغليفيه. ازاي؟ اللي قال ان ادريس، سيدنا ادريس عليه السلام، هو اصل اوزوريس. وطلع في الإعلام وقال معنى كده أن أوزوريس هو الذي شيد الكعبة. كلام خاطئ خاطئ. ليه؟ لأن لا أوزوريس، عدوا معايا يا جماعة، لا أوزوريس ولا إيزيس، كويس، ولا آتوم ولا آتون بتاع أخناتون، ولا آمون اللي كلنا عارفينه، الخمسة اللي أنا ذكرتهم دول يا فندم، ولا إيزيس ولا سيزوستريس، أدي بينا سبعة هو السبعة دول يا فندم، ولا واحد منهم هيروغليفي، ولا واحد اسم هيروغليفي، ولا تسمية من دول يا فندم أصلا
ده نطق غير هيروغليفي، ده في مواقع محور من الهيروغليفية. ده في مواقع دكتور، مواقع يعني تعنى بالحضارة المصرية القديمة، منزلة حلقات حلقات وحلقات عن فكرة الأنبياء، بداية من سيدنا آدم، مرورا يعني سيدنا إدريس وسيدنا يحيى وسيدنا بص يا فندم، أوزوريس أوسير بالهيروغليفية، إيزيس إيسات. عايز تعمل رابط بقى بيننا وبينهم، وبيننا وبين الماضي الجميل العظيم بتاع مصر، الماضي الذي لا يموت إن شاء الله طول الوقت. أقول لك ممكن تبدأ تقترح على مائدة الاقتراحات لعلماء اللغة المصرية والكتابة المصرية القديمة، وتقول هل إيسات اللي هي السيدة المتفردة التي حمت ابنها حر، تخيل اسمه حر ما اسمش حورس، دي تسميات هيروغليفية فندم. اسأل أي يعني استضيف حضرتك أي عظيم من عظمائنا في علماء الهيروغليفيات هيأكدوا لك الكلام ده. إذن لما أنت تبني نظريتك على إن سيدنا آدم هو أتوم وما فيش أتوم في الهيروغليفي عليه السلام سيدنا آدم، يبقى أنت نظريتك خاطئة. لما تقول إن سيدنا إدريس عليه السلام هو أوزوريس، وبالتالي يبقى هو وشه شبه أبو الهول، أو أبو الهول هو سيدنا إدريس اللي علم المصريين يبنوا الأهرامات، يبقى حضرتك سيدنا إدريس عليه السلام ده. طيب هل ده معناه إن ما فيش أنبياء وما فيش رسل ومصر؟ إحنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال لنا على سبحانه وتعالى على رسل وعلى أنبياء، ومنهم من قصص ومنهم من لم يقصص عليك. نعم تمام كده. طيب يبقى هنا احنا ما نفتيش، ودي خطورة الموقف على النت اللي حضرتك تتكلم عليه ده. صحيح، في مواقع كتيرة بتنقل المنشورات دي، خطورة الموضوع ده مش كحك العيد بس، ده في متخصصين يا دكتور بيتكلموا، متخصصين بيتكلموا في المواضيع دي للأسف يا فندم. فأنا بسأل سؤال حضرتك، مطلوب منك يا فندم، يا قارئ يا جميل، يا مستمع يا جميل، أول ما تلاقي بوست زي ده عندك ثلاث جمل لو تسمح اكتبهم في التعليق للأستاذ اللي كاتب، لربما أنت تهديه إلى الإيه؟ الصواب. أنا على فكرة لما بخش أنا نسبة كبيرة جدا ما عرفهاش، وروح داخل أقول لهم لو تسمحوا يا جماعة الكلام ده مصدره إيه؟ حضرتك جايبه منين؟ ألاقي واحد بعت لي بيقول لي أنا جايبه من الموقع الجريدة الفلانية كاتبها صحفي بتاعي، لا أنا بكلمك على نمرة واحد، اسأل على المصادر المعتبرة، مش يعني أي مصدر كمان. يعني بحاول لحضرتك، مصر تتميز بها يا فندم الأزهر الشريف. صحيح، في أحلى من كده ما فيش، الأزهر الشريف بقى يعني ده بقى الكلام كويس. طيب يبقى أنا عندي مصدر لما أجي أتكلم في الدين، سلام عليكم يا أزهر الشريف دار الإفتاء، أنا ياما اتكلمت في التليفون لدار الإفتاء ياما، وسألتهم أسئلة ليها علاقات بحاجات لها تاريخية كمان، والناس بتجاوب والناس بتبقى زي الفل. هم المصدر الرجوع ليه هو مثلا ده لو صحيح. انت عايز ترجع لحاجة تقارن بها الديانات. صحيح. مقارنة الديانة او مقارنة الطقس، واحد حاطط شكل مصر قديم ساجد على، هو بيستخدم كلمة سجود، انا قلت له ما تستخدموش اللفظة دي لان اللفظة دي بتدي الانطباع على طول بالصلاة بتاعت المسلمين، وقال لك ده بيصلي الصلاة بتاعت سبحان ربي الأعلى. هو اللقطة المشهورة أو اللي هي في نخلة وراه لو تفتكروا، في مية قدامه وهو ساجد كده زي السجود أو صحيح. ما يطلق عليه السجود. فأنا دخلت وقلت يا جماعة بلاش نستخدم سجود، هنقول انحناء، لأن كلمة سجود عندنا في موروثنا يا مصريين على طول هنروح ناحية صلاة دلالة دينية على طول. صحيح. وسبحان ربي الأعلى على طول. صح؟ صحيح صحيح. طيب مين ده يا فندم؟ ده باشدو دوت مدفون في دير المدينة في قرية العمال في البر الغربي من الأقصر، ولو حضرتك بس تعبت نفسك شوية يا اللي بتشير أو يا اللي بتشارك وتشوف النص الهيروغليفي اللي مكتوب فوق ظهره، اللي مكتوب فوق ظهر باشدو وهو بيشرب من المية وعامل الانحناء اللي سيادتك بتقول عليه أنه هو بيصلي، الراجل لو قريت النص ده هتلاقيه نص من النصوص تعاويذ ومقولات السحرية التي أطلق عليها المصري القديم، المقولات السحرية والتعاويذ لنصوص الظهور في النهار اللي اطلقت عليها بعد كده كتاب الموتى، وهو يشرح لنا بالضبط المنظر ايه، وهو منظر بالحرف كده شرب المياه، وكلمة شرب مكتوبة، واسألوا دكاترة كلية الآثار دكتور قاسم والدكتور والناس الجامدة بتاعت دكتور اللي انا بكلم الناس ديت انا بتواصل معهم، مكتوب كده يشرب من حيز منطقة المعبودات.